يعني غفار، لأن في طبق غفار هي يعني مصدر آخر من مصادر أو أصل من أصول الأمازيغية أو البربر كما يقال قديما، والخلوص إلى أن الأمازيغية كلغة هي لغة حميرية في الأصل. الحميرية والحميرية أصلها عندكم في غفار، أليس كذلك؟ هي الفكرة هذه مطروحة وأثبتها العلم، لست أنا وحدي وإنما هناك علماء وباحثون أتوا من المغرب العربي وبعضهم أجانب إلى هذه المنطقة جنوب الجزيرة العربية وخصوصا ظفار، ودرسوا هذه اللهجات واكتشفوا ووجدوا ملامح قربة بين اللهجات الظفارية واللهجات الأمازيغية. أنا بشيك أنت عندك كتاب في هذا الموضوع؟ عندي، نعم عندي كتابان في هذا الموضوع. الكتاب الأول طبعته عام 2012 هنا في المغرب بعنوان حول عروبة البربر، هذا العنوان الأصل. هناك عنوان فرع تحته ما دخلوا إلى عروبة الأمازيغيين من خلال اللسان، ودراسة لغوية شاملة. نعم بحث علمي مقارن، دراسة لغوية شاملة مقارنة. والكتاب الآخر طبعته السنة الماضية هنا أيضا في المغرب. تلتقي هنا مع الباحث الأمازيغي العروبي الدكتور عثمان السعدي الذي أنجز دراسة يقول فإن 80% أو 80% من الكلمات البربرية أو الأمازيغية أصلها عربي. نعم التقيت بالدكتور عثمان سعدي في الجزائر وهو صديق عزيز، والتقيت كذلك بالدكتور علي فهمي حشيم رحمه الله، وايضا الاستاذ الكبير محمد المختار العرباوي، وجميعهم قرات عن نعم يقيدون عروبه البربر. نعم قرات محمد شفيق، بالعكس انا عملي كله منصب على كتابه محمد شفيق، خاصه المعجم العربي الامازيغي. بحثت وخرجت بخلاصه ان الامازيغيه ليست سوى لسان عربي قديم تطور في نواحي وبقى في نواحي أخرى على صيغته القديمة. كابن ظفار في سلطنة عمان وظفار، هل ما يزال عندكم وعند اليمن لابد وأنت باحث مهتم ومتتبع أنك تزورت المنطقة المتاحمة من ناحية اليمن؟ هل هناك بقايا ما يؤكد هذا في اللهجات المستمرة هناك؟ نعم التقارب. نعم هناك بقايا، هناك وإتيمولوجيا وأنت رجل البحث. نعم والتأصيل. نعم أستاذ أحمد هذا كلام يؤكده أنا ويؤكده غيري. تعطينا بعض. نعم هناك لهجات ما زالت باقية من العربية الجنوبية البحرينية، منها المهرية ومنها الشحرية التي تسمى أيضا الجبالية، ولهجات أخرى كالحرصوصية والبحرية مثلا. اللهجات هذه موجود فيها على مستوى، موجود فيها التقارب الذي نتكلم عن الأمازيغية، وأيضا حتى في أسماء المواضع والمناطق وفي بعض العادات والتقاليد. أسماء المواضع مثلا، أنا متأكد أن أي أمازيغي سيسمع هذه الأسماء سيتوقع أنها في شمال أفريقيا، لكن هذه أسماء في الجبال عندنا، أي زربيك، أي فاد، أي تغرب، هذه أسماء مناطق لدينا، وهذه أسماء مناطق لدينا. وعندما سألت كبار السن ما معناها قال هذه أسماء قبائل، سميت هذه المناطق على أسماء قبائلها التي هجرت أو انقرضت أو بسبب حروب هربت إلى مناطق أخرى. لسه ما زالت هذه الاسماء، الاسماء والقبائل حتى انسابهم يقولون هذا من ايت غفله. ايت نعم. وايت تعني ال، هي في الامازيغيه تعني ال، ولكن معناها في اللهجه الشحريه غريبه جدا، معناها ملك لبني او ملك لال، ملك لبني ال. نعم فعندما تقول مثلا، عندما انتم لديكم ايت عطا بمعنى قبيله عطا، ولكن عندما يسمعها الظفاري الجبلي يفهم ان معناها هذه الارض ملك لبني عطر، اي عطر. شكرا. العفو. ات ماذا تعني؟ نفس المعنى هنا في الامازيغيه،
هناك في الأمازيغية ما يسمى بالميزان الصرفي، يعني لما تسمع انت الكلمة والاسم تعرف ان هذه أمازيغية. مثلا مثلا أكسوم، هذا الاسم هذه على وزن افعول افعيل وكذلك انفعال، هكذا هذه الصيغ موجودة عندنا في الريف في اسماء المناطق واسماء العوائل والقبائل. واعطيت مثال هي نكتة وهي تأكيد لما اقول، وهي يعني طرفة وقعت معي. يعني اصطبع كتبت في الفيسبوك قلت لهم أيون الأمازيغ في بعض المتطرفين، قلت لهم ابحثوا لي عن محمد، أريد أن أعرف لماذا هذا الباحث الأمازيغي تحول إلى عروبي وهو كان مع القبيلة الأمازيغية هو محمد أنزاغاف. فيقلبوا يقولوا ما نعرفوش، خبرنا عن هذا السيد، قلوا محمد أنزاغاف. ففي الأخير يقول قلت لهم أليس أمازيغي؟ يقولوا لا شك أنه أمازيغي بسبب أنزاغاف. وفي الأخير قلت لهم هذا صديق والله يجهل جهلا تاما الأمازيغية، هو صديق لي وهي عايشة اسمه محمد أنزاغاف. لكن أريد أن أقنعكم أنظروا للإسم ضفاري، وهم يحسبون أمازيغي أنزاغاف. حاول تصوير تاريخها الجهات التي وراء مثل هذه الحركات التي ينفخ فيها في الإعلام تظهر على أنها ظاهرة، يعني يعرفون ماذا يفعلون. أما الحقيقة فهي التي يقولها البحث العلمي وليس نحن، لأن لنا رأي آخر في ما يستخدم لتخريب هذه المناطق بتزوير تاريخها وعودة بالمغرب العربي إلى روما وليس إلى جذورها الطفارية والحميرية في المشرق. تظل النقطة، أعطي مثال أسماء المناطق في المغرب. بعض أسماء المناطق في المغرب عربية من ناحية الميزان الصرفي القرص، نعم نعم طبرين نعم، ومن ناحية الميزان الصرفي ومن ناحية المعنى. أما من ناحية الميزان الصرفي فهي ضفارية جبلية بحال أزيلال، هذه عندما نسمع عنها نظنها منطقة عندنا بسبب النطق أزيلال. أزيلال لا، بسبب النطق، نطقها في عال، هذه الأوزان موجودة عندنا. إذا هي عربية من ناحية النطق ليس خاص بالأمازيغية، هي أيضا سحرية عندنا، ولكن أي ولكن معناها بمعنى الفج العميق الضيق هي معناها عربي، لأنه في اللغة العربية أزل بمعنى الضاق، والمأزل هو المكان الضيق بين الجبلين، المأزل هو أزيلة من فعل العربي أزيلة، كلمة عربية أزيلة أزيلة حتى نزيد تأكيد بأنها عربية، حتى إذا بدوتي الهمزة بتاعين تصير معزل، والمعزل هو المكان الضيق. المأزل هو ثم تيزي، أزيلة هو الجبل، وتيزي الفج بين الجبلين. إذن هذا جد واحد. أيضا تيزي التاء للتأنيف، الأز والأزيز هو الضيق. أيضا نحن عندنا، والأستاذ سعيد أضاف أيضا معلومة جديدة، أن في الشحرية إذا رأت حرف وفخمته يختلف المعنى حال الأمازيغية. هذه نقطة. النقطة الثانية أضافها اليوم الأستاذ سعيد هي أن الزاء المفخمة موجودة في الأكادية العراق، الزاء اللي هي من الأمازيغية موجودة في العربية الأكادية وليس خاصة بالأمازيغية، وأيضا يفرق في الأكادية بينها، إذا قلت زاء الزاء يفرق المعنى حال الأمازيغية. حرفين حرفين مسألة عندنا، حرف بين الكاف والشاء، شاء 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 حل حل مثل ألمانيا إيش شاء، وحرف آخر بين الكاف قاف الجيم كما ينطقه الإخوان المسلمين أو القاف كما ينطقه اليمنيين.
بين جين الإنجاع وبين الياء في جيد في جيد ليس نطقها الحقيقي في جيد ليست ياء وليست جاء في جيد ليس نعم ليس موجود ليس في 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 ألسنتنا ولكن لدينا صوتان في الشحرية قريبان جدا من هذا الصوت لدينا زا 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 لا زا زا لا زا عزيز قريبة من ذا من زا ولدينا شا شا هذا قريبان ما شتا ولا شي شي شا شا كلمة ختامية أجدد القول بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن ابن بطوطة صادق عندما قال عن الظفاريين يشبهون في عيشهم أبناء المغرب منذ عهد ابن بطوطة. وأنا أقول لقد سكتنا كثيرا عن قضية عروبة البربر وحان لنا أن نقول الحقيقة ولا نسكت عنها. غير هذا اللي غادي يزيد